اسمي زينة جوزيف الكلاب، محامية كنسية بالمحاكم الكاثوليكية من 13 سنة. عندي 3 أولاد صبي وبنتين. ترشحت على الانتخابات النيابية بال 2013 و 14، وهلأ أنا على راد ناوية أترشح بال 2017. طامحة هي للدخول إلى الندوة البرلمانية، مؤكدة وقوفها إلى جانب الجمعيات المطالبة بالكوتا النسائية مرحلياً كنقطة انطلاق داعم للنساء المرشحات، مشددة على أن المعوقات التي تحول دون إشراك النساء اللبنانيات في الشأن العام لا تعد ولا تحصى. في المجتمع الذكوري بامتياز يلي هو ما حيقبل أنه تجي ست تاخد محله، هيدي يعني ما حدا رح يزيح يقلك تفضلي، بدك تاخدي أنت بالقوة. يعني نحن كنساء لازم نتحد، ونحن بما أنه عنا 52% نحن نساء بننتخب، نحن إذا منتحد نحن حتى الرجل ما بيطلع، يعني بتطلع المرأة قبله. بس للأسف بعد في نساء خاضعين لرجالهم، بعد في نساء يعني ما عندها رأيها الحر. زينة التي تتحضر لخوض المعركة النيابية في العام 2017 انضمت إلى ورش عمل جمعية نساء رائدات، مستفيدة من الإرشادات التي قدمتها الناشطة السياسية الأمريكية من أصول عربية مرام عبد الحميد خلال زيارتها إلى بيروت. أعتقد أنه إذا كنت منتمية إلى حزب سياسي تتاح لك الفرصة لتكوني على تواصل مع الجميع، وستكونين قادرة على الحصول على التأييد اللازم، ما يسمح للمرأة أن تتسلح بقدراتها وتحصل على دعم قادة المجتمع لتتمتع بالقوة لدخول المعترك الانتخابي وللفوز. زينة التي لا تنتمي إلى أي فريق حزبي سياسي في لبنان ستخوض معركتها مستقلة كما تؤكد، فهل سيكتب لها النجاح؟ أم أن الأحزاب السياسية هي الممر الإلزامي لعبور المرأة اللبنانية إلى المجلس النيابي؟ أسئلة برسم المستقبل القريب. دراجة غفري لبرنامج اليوم على الحرة، بيروت.